طيب قبل أن نعرف من هو الله من نحن، في هذا الكتاب يقول لك الله عز وجل تاريخك وتاريخي، يقول سبحانه: هل أتى على الإنسان حين من الدهر. حبيب الغالي، ليت نقرأ القرآن وأنا أسمع الإنسان أتخيل نفسي، وأنت تقرأ الإنسان وتخيل نفسك، وأختي هناك تقرأ الإنسان وتخيل نفسها. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. مر عليك؟ مر عليك حين من الدهر لم تكن شيئا مذكورا؟ اسمك عبد العزيز اليوم، خالد، ناصر، صالح، مر عليك يوم ما كنت شيئا مذكورا؟ ولا شيء. ما هو قبل الحمل، لا، قبل حتى زواج أمك من أبيك لم تكن شيئا مذكورا. لابد أن تعرف هذا الكلام وأعرف هذا الكلام عشان نعرف من هو الله. لازم تعرف من أنت. ثم بعد هذا تزوج الأب من الأم وجامعها. تعرف كم في القذفة الواحدة كم فيه من حيوان منوي؟ كم فيه؟ كم؟ 1000؟ 23 إيش؟ 5 مليون، 50، 100 مليون، 300 مليون حيوان منوي كلهم يموتون قبل أن يصلوا إلى البويضة. واحد بس من 300 مليون يصل إلى البويضة ويلقحها، هو أنت. لأجل هذا أنت على وجه الأرض. لو شاء الله كنت واحد من اللي ماتوا. ومن أسماء الله العليم، من أسماء الله العليم لن نتكلم عنه، والله يا جماعة لو تنقض الحياة ما انتهينا. من أسماء الله العليم: يعلم ما كان في الماضي وما هو كائن الآن وما سيكون في المستقبل. لن نتكلم عن هذا. يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. ايش معنى هذا الكلام؟ ايش معنى يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون؟ يعني شفت 200,999,000 حيوان منوي اللي ماتوا، يعلم الله عز وجل أنهم لو عاشوا وين بيروحون، وش لون عيونهم، وش طولهم، إيش عمرهم، إيش قد كل حياتهم. هذا يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. يعني الأعمى الآن عاش 60 سنة ومات بعد 60 سنة، يعلم الله لو كان بصيرا وش بيشوف في 60 سنة. يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فإذا بعد هذا الأمر تلقح هذه البويضة: إنا خلقناه إنسانا من نطفة الأمشاج، من نطفة الحيوان منوي من الرجل، والبويضة من المرأة، أمشاج نبتليه. طيب كيف كنت؟ يقول الله عز وجل، واستشعر هذا الكلام حبيبي الغالي: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. أنا وأنت وأنت يا أختي الغالية كنا عزاز، نعرف قدرنا يا جماعة. من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. شوف تاريخك، وأنت تسمع الآية تستشعر، وانت تقرأ الآيات هذا تدبر، أني أسمع وأتخيل نفسي أنا كنت كذا. أي كنت كذا، كنت نطفة في قرار مكين. نعم، ولاحظ كلها: ثم جعلناه، خلقنا، كلها لله، الله اللي فعل. إن ربك فعال لما يريد. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، حتى الوالدة ما تدري عنك اللي موجود، ما حست فيك. ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة،
فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام هذا أنا وأنت فكسونا العظام لحما تخيل لو الله عز وجل ما كسى منك جزء وطلعت يدك كمل جسمك كله بس يدك هذه طلعت عظم كيف حياتك تخيل لو الله عز وجل ما جعل هذا العظم موجود جعلك بكل عظامك إلا عظم اليد تخيل نفسك بس لحم كيف تكون حياتك كم تتعلم كم بتتأذى وكم تتألم وكم طيب لو الله عز وجل أعطاك كل العظام إلا عظام الرجلين توقف والله ما توقف هل إحنا نقرأ القرآن يا جماعة نتفكر في هذا الكلام فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه من هو أنا وأنت ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين أحد الصحابة كان جالس مع زيد بن ثابت والنبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ الآية هذه وزيد بن ثابت يكتب فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ثم خلقنا النطفة علقة وزيد يكتب رضي الله عنه قال فخلقنا العلقة مضغة وزيد يكتب فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما الصحابي جالس قال تبارك الله